دكتور علاء، ممكن تكلمنا على انحراف الحاجز الأنفي؟ الحاجز الأنفي هو عبارة عن يعني حاجز ما بين الفتحة اليمنى والفتحة اليسرى للأنف، وهو بيتكون من جزء أمامي من الغضروف وجزء خلفي من العظم. انحرافه بحد ذاته ما يعتبرش مشكلة، لأن جزء كبير جدا من الناس عندها الحاجز معوج منحرف من غير ما يسبب أعراض. في الحالة ديت ما بنعتبروش ان هو انحراف في الحاجز الأنفي، بنعتبره حاجة يعني نورمال فاريشن. لو الحاجز الأنفي كان منحرف بشكل درجة عالية تسبب أعراض، في الحالة ديت بنعتبر ان هو الراجل ده عنده حاجز أنفي ولازم يتعدل بعملية. ايه الأعراض ديت؟ الأعراض بتاعتها ببساطة شديدة يا إما صداع، له صداع اسمه الضغط بتاع الحاجز الأنفي على ناحية من الأنف، يا إما وجود نزيف من الأنف، صداع أو نزيف، يا إما عامل قفلة لناحية وناحية لأ، أو قفل الناحيتين. معنى كده أي واحد عنده حاجز أنفي الدكتور قال له إن هو معوج أو منحرف، هو ما يعتبرش عنده حاجز أنفي محتاج علاج أو عملية إلا إذا كان عنده حاجة من الثلاثة دول: عنده صداع، عنده نزيف، يا إما عنده قفلة في مناخيره. في الحالة ديت نعتبره حاجز أنفي وساعتها بيعوز عملية. العملية زمان كنا بنعمل استئصال حاجز أنفي، كانت إلى حد كبير طويلة شوية ومقلقة شوية وكان لها بعض المضاعفات. دلوقتي مع وجود المنظار بقى في حاجة اسمها عملية تجميل الحاجز الأنفي بالمنظار. ما بنعملش فتح على الإطلاق، بنخش من الفتحة الخلفية نفسها بتاعة الأنف، وحاجة فتحة صغيرة حوالي نص سنتي، بنخش بالمنظار بنشيل الغضروف المعوج ونرجع الحاجز الأنفي لمكانه تاني، ودي عمليات بسيطة وناجحة بشكل كويس. شكرا جدا لحضرتك دكتور علاء.